أنا عندي نوعين من الـ Substitution Reaction. عندي النوع الأولي Simple Substitution Reaction وعندي النوع التاني Double Substitution Reaction. تمام؟ Simple Substitution Reaction أنا عندي Element واحد بيحصل له Reaction مع Compound. تمام؟ الاليمنت اللي حصل له رياكشن مع الكومباوند هيزق مكان نوع من انواع الميتال او نوع من انواع الاليمنت الداخل في تكوين الكومباوند اللي اتفاعل معاه تمام وهياخد مكانه ويقعد مكانه تمام على حسب الاكتيفيتي الكيميكال اكتيفيتي بتاعته في الكيميكال اكتيفيتي سيريز الدبل سبستيتيوشن رياكشن انا عندي كومباوند بيتفاعل مع كومباوند تمام بيحصل ما بين نوعين من الاليمنت اكسشينج تمام هنا نأخذ example ونشوف الأنواع. Simple substitution reaction. أنا عندي في simple substitution reaction ثلاث أنواع. عندي metal substitute the hydrogen of the water. تمام؟ ده أول نوع. النوع التاني metal substitute the hydrogen of diluted acid. أوكي؟ okay. Number three metal substitute another one in its salt solution. أوكي؟ okay. الدبل سبستيتيوشن رياكشن الدبل سبستيتيوشن رياكشن برضو ثلاث انواع عندي دبل سبستيتيوشن رياكشن بين اسيد اند الكالي تمام دبل سبستيتيوشن رياكشن بين اسيد اند سولت وفي عندي تو سولت سوليوشن أول نوع عندي في السيمبل سبستيتيوشن رياكشن أنا عندي الميتال بيحصل له يعني إيه سبستيتيوت؟ يعني بياخد مكان الهيدروجين في الووتر انا عندي اول اكتيف ميتال لما عمل رياكت ويز ووتر طلع لي ميتال هيدروكسيد وطلع الهيدروجين غاز طبعا على حسب الكيميكال اكتيفيتي بتاعته في الكيميكال اكتيفيتي سيريز هناخد اكزامبل عندي مثلا الصوديوم 2 ان -E. لما عمل رياكشن مع الهيدروجين غاز تمام اخد مكان الهيدروجين جاز عشان الصوديوم مور اكتيف زين الهيدروجين تمام والصوديوم قبل الهيدروجين جاز في الكيميكال اكتيفيتي سيريس تمام يبقى طلع لي صوديوم هيدروكسيد اللي هو 2 n وطلع هيدروجين جاز طب انا عرفت ازاي ان في هيدروجين جاز طلع احنا خدنا المره اللي فاتت ان الهيدروجين جاز عشان اعرف ان هو بيطلع من الكيميكال رياكشن بيطلع ويز بيرن ويز بوب ساوند بيعمل بيرن احتراق وبيطلع بوب ساوند تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدا الان